الفنان تامر حسني، حيث فوجئ المطرب الشاب محمد خيري بطرح اغنيته بتعصب بصوت المطرب تامر حسني على المواقع الالكترونيه. وهذه الاغنيه التي قام خيري بتصويرها بطريقه الفيديو كليب وتم عرضها على القنوات الفضائيه. خلينا نسمع الاغنيه بصوت محمد خيري وتامر حسني وللحديث بقيه. بتعصب عليك ساعات عشان انتي عليك حاجات وكتير تعملي حركات تضايقني وما تعجبني. بتعصب عليك ساعات عشان انتي عليك حاجات وكتير تعملي حركات تضايقني وما تعجبنيش. لو ليكي حق المخرج عم بيسألني مين أحلى بالصوت، تامر ولا محمد خيري؟ طبعا الجمهور بيقرر. الغريب أنه تم طرح الأغنية بصوت تامر حسني بعد النجاح الذي حققته الأغنية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. وسوف يقوم المنتج محمد حامد، وهو منتج الألبوم، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية خلال تواجدنا ولكن خلال تواجدنا في الدوحة قمنا بسؤال الفنان تامر حسني حول الموضوع، ولكنه رفض الإجابة وقال أنه محمد خيري مثل أخوه الصغير وأنه ما بده يكبر الموضوع في الإعلام. بالتالي قمنا بالاتصال بالفنان محمد خيري اللي علق حول موضوع أغنيته، فلنستمع. هي أغنية بتعصب كانت أول أغنياتي اللي بدأت بيها، احنا صورناها بطريقة الفيديو كليب. فاجئنا بعديها ان الاغنية نزلت بصوت الفنان تامر حسني على الانترنت وعلى بعض الاذاعات كمان. فطبعا يعني حسينا بظلم، ان ظلم ليا ان انا ابدا مشواري الفني باغنية جمهور الفنان تامر حسني يعني شبه نسبها لي. الموضوع حاليا المنتج محمد حامد منتجي، وهو دلوقتي بيتخذ الاساليب المتاحه لان هو بيعرف بس الناس ان ده حقنا في الاغنيه، وان الاغنيه ملكنا، لان من الظلم ان الاغنيه تتنسب لفنان كبير زي الفنان تامر حسني ويضيع مجهودي في الاغنيه. عملنا الاجراءات القانونيه وماشيين في طبعا كل التوفيق للمطرب محمد خيري، خاصة هلا انه نزل البومه الجديد وهو متواجد الان بالاسواق، وراح مقرر كمان انه يصور فيديو كليب ثاني، ولكن بانتظار استفتاء الجمهور لحتى يختاروا اي غنية الجمهور حابه لحتى يصوروا فيديو كليب. الخبر الاخير مشاهدينا عن الفنانة غادة ابراهيم.